الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمحاضرة اليوم في تفسير الآيات من سورة البقرة من الآية 46 بعد 100 وحتى 52 بعد 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قرأ ابن عامر: ولكل وجهة هو مولاها، على صيغة اسم المفعول، أي هو قد ولي تلك الجهة. فالضمير المرفوع حينئذ عائد إلى كل، ولا يجوز رجوعه إلى الله تعالى لفساد المعنى. وقرأ غيره: هو موليها، أي وجهه، فحذف أحد المفعولين وقيل هو لله تعالى، أي الله موليها إياه. وقرأ أبو عمرو: وما الله بغافل عما يعملون، بالغيبة على الوعيد للكافرين. وقرأ الباقون: تعملون، بالخطاب، أي فيجازيكم بذلك أحسن الجزاء، فهو وعد للمؤمنين. أما مناسبة الآيات لما قبلها فلا زال الحديث عن تحويل القبلة وما في ذلك من نعمة عظيمة ومحاجة لأهل الكتاب والمشركين. لغويات الآيات: قوله الممترين جمع ممترن، والمرية هي التردد في الأمر، وأصله من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب. وجهة جاء على الأصل، والقياس جهة، مثل عدة وزنة، وهي مصدر بمعنى المتوجه إليه كالخلق بمعنى المخلوق، والفعل توجه أو اتجه، والمصدر التوجه أو الاتجاه. ولم يستعمل منه وجه كوعد، وقيل إنها اسم للمكان المتوجه إليه، فثبوت الواو ليس بشاذ. قوله الخيرات جمع خيرة بالتخفيف،
وهي الفاضلة من كل شيء، والتأنيث باعتبار الخصلة. حجة هي الدلالة المبينة للمحجة، أي المقصد المستقيم والذي يقتضي صحة أحد النقيضين، وهي عبارة عن البرهان المثبت للمقصود. الآثار عن قتادة في قوله: الذين آتيناهم الكتاب، قال: اليهود والنصارى يعرفونه، أي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابهم كما يعرفون أبناءهم. وعنه أيضا قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال: يعرفون أن البيت الحرام هو القبلة. وعن الربيع في قوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال: يعرفون أن البيت الحرام هو القبلة التي أمروا بها، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يعني القبلة. وعن مجاهد في قوله: وإن فريقا منهم، قال أهل الكتاب، ليكتمون الحق وهم يعلمون، قال: يكتمون محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وعن ابن جريج في قوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، قال: زعموا أن بعض أهل المدينة من أهل الكتاب ممن أسلم، قال: والله لنحن أعرف به منا بأبنائنا من الصفة والنعت الذي نجده في كتابنا، وأما أبناؤنا فلا ندري ما أحدث النساء. وأخرج الثعلبي من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام: قد أنزل الله على نبيه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكيف يا عبد الله هذه المعرفة؟ فقال عبد الله بن سلام: يا عمر، لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني إذا رأيته مع الصبيان، وأنا أشد معرفة بمحمد مني بابني. فقال عمر: كيف ذلك؟ قال: إنه رسول الله حق من الله، وقد نعته الله في كتابنا، ولا أدري ما تصنع النساء. فقال له عمر: وفقك الله يا ابن سلام. قلت: هذا الحديث مسند بسلسلة الكذب ولا يصح. وأخرج الطبراني عن سلمان الفارسي قال: خرجت أبتغي الدين فوقعت في الرهبان بقايا أهل الكتاب، قال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكانوا يقولون: هذا زمان نبي قد أضل، يخرج من أرض العرب له علامات من ذلك، شامة مدورة بين كتفيه، خاتم النبوة. الحديث. وعن أبي العالية قال: قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يقول: لا تكونن في شك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن الكعبة هي قبلتك وكانت قبلة للأنبياء قبلك. وعن ابن عباس في قوله: ولكل وجهة، يعني بذلك أهل الأديان، يقول: لكل قبلة يرضونها، ووجه الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو هذا. وقال مجاهد والحسن: أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. وعن ابن عباس أنه قرأ: ولكل وجهة هو موليها، مضاف قال: مواجهها، قال: صلوا نحو بيت المقدس مرة ونحو الكعبة قبلة. وعن قتادة: ولكل وجهة هو موليها، قال: هي صلاتهم إلى بيت المقدس وصلاتهم إلى الكعبة. وعن منصور قال: نحن نقرأها: ولكل جعلنا قبلة يرضونها. وعن مجاهد في قوله: ولكل وجهة هو موليها، قال: لكل صاحب ملة قبلة وهو مستقبلها. وعن قتادة في قوله: فاستبقوا الخيرات، يقول: لا تغلبن على قبلتكم. وعن أبي زيد في قوله: فاستبقوا الخيرات،
قال: فسارعوا في الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، قال: يوم القيامة. وأخرج البخاري والنسائي والبيهقي في سننه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. وأخرج ابن جرير من طريق السدي عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا: لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس، قال المشركون من أهل مكة: تحير محمد دينه، فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم أهدى منه سبيلا، ويوشك أن يدخل في دينكم. فأنزل الله: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. وعن قتادة في قوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة، قال يعني بذلك أهل الكتاب، قالوا حين صرف نبي الله إلى الكعبة البيت الحرام: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. وعن مجاهد في قوله: لئلا يكون للناس عليكم حجة، قال: حجتهم قولهم قد راجعت قبلتنا. وعن قتادة ومجاهد في قوله: إلا الذين ظلموا منهم، قال: هم مشرك العرب، قالوا حين صرفت القبلة إلى الكعبة: قد رجع إلى قبلتكم، فيوشك أن يرجع إلى دينكم. وعن قتادة في قوله: إلا الذين ظلموا منهم، قال: الذين ظلموا منهم مشركو قريش، إنهم سيحتجون بذلك عليكم، واحتجوا على نبي الله بانصرافه إلى البيت الحرام، وقالوا: سيرجع محمد على ديننا كما رجع إلى قبلتنا. فأنزل الله في ذلك كله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وعن أبي العالية: لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني به أهل الكتاب حين قالوا: صرف محمد إلى الكعبة، وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه، وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت الحرام، أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. وقال في قوله: إلا الذين ظلموا منهم، يعني مشركي قريش. وروي عن عطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وعن أبي العالية في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يقول: كما فعلت فاذكروني. وعن مجاهد كذلك. وعن سعيد بن جبير في قوله: فاذكروني أذكركم، قال: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي. وأخرج أبو الشيخ والديلمي من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاذكروني أذكركم، يقول: اذكروني يا معاشر العباد بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وأخرج ابن لال والديلمي وابن عساكر عن أبي هند الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، فمن ذكرني وهو مطيع فحق علي أن أذكره بمغفرتي، ومن ذكرني وهو لي عاص فحق علي أن أذكره بمقت. وعن ابن عباس في قوله: اذكروني أذكركم، قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وقال الحسن البصري وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس: إن الله يذكر من ذكره، ويزيد من شكره، ويعذب من كفره. وقال الحسن البصري في قوله: فاذكروني أذكركم، قال: اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وأخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله: يا ابن آدم، إنك إذا ما ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. وعن زيد أن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وأخرج الطبراني وابن مردوية والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أعطي أربعا أعطي أربعة، وتفسير ذلك في كتاب الله: من أعطي الذكر ذكره الله، لأن الله يقول: فاذكروني أذكركم. ومن أعطي الدعاء أعطي الإجابة، لأن الله يقول: ادعوني أستجب لكم. ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة، لأن الله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أعطي الاستغفار أعطي المغفرة، لأن الله يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وعن السدي في قوله: فاذكروني أذكركم، قال: ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله، لا يذكره مؤمن إلا ذكره برحمة، ولا يذكره كافر إلا ذكره بعذاب. وعن ابن عباس قال: أوحى الله إلى داود: قل للظلمة لا يذكروني، فإن حقا علي أذكر من ذكرني، وإن ذكري إياهم أن ألعنهم. وعن ابن عمر أنه قيل له: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والزاني يذكر الله وقد قال الله: فاذكروني أذكركم؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. قلت: هذان الأثران لا يثبتان، ولو ثبتا فلا حجة فيهما، بل ذكر الله تعالى يكفر الذنوب والخطايا، وهو طريق للهداية والإقلاع عن الذنب، وأما الكافر فنعم. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان عن خالد بن أبي عمران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاع الله فقد ذكر الله، وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن، ومن عصى الله فقد نسي الله، وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن. وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أستن به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وأخرج البخاري ومسلم والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء، فإذا تفرقوا عرجوا إلى السماء، فيسألهم ربهم وهو يعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأشد لك تسبيحا. فيقول: فما يسألون؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها
كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قالوا: يتعوذون من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وعن أبي جعفر قال: ما من شيء أحب إلى الله من الذكر والشكر. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن أبي الدنيا والبيهقي عن معاذ قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن أبي الجلد قال: قرأت في مساءلة موسى عليه السلام أنه قال: يا ربي، كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله؟ فأتاه الوحي أن يا موسى الآن شكرتني. وعن أبي عمر الشيباني قال: قال موسى عليه السلام يوم الطور: يا ربي، إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال يا موسى: الآن شكرتني. وعن سليمان التيمي قال: إن الله عز وجل أنعم على العباد على قدره، وكلفهم الشكر على قدرهم. وعن عبد الملك بن مروان قال: ما قال عبد كلمة أحب إليه وأبلغ من الشكر عنده من أن يقول: الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. وأخرج ابن أبي الدنيا والخرائطي كلاهما في كتاب الشكر، والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبده من نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها قبل أن يحمده، وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له ذلك قبل أن يستغفره. وإن الرجل لا يشتري الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له. وعن علي رضي الله عنه قال: من قال حين يصبح: الحمد لله على حسن المساء، والحمد لله على حسن المبيت، والحمد لله على حسن الصباح، فقد أدى شكر ليلته ويومه. وعن أبي حازم أن رجلا قال له: ما شكر العينين؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إن سمعت خيرا وعيته، وإن سمعت بهما شرا أخفيته. قال: فما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنح حقا لله عز وجل هو فيهما. قال: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال: فما شكر الفرج؟ قال: كما قال الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إلى قوله: فأولئك هم العادون. قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن رأيت ما غبطته بهما عملته، وإن رأيت ما مقدته كففتهما عن عمله، وأنت شاكر لله عز وجل. فأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه، فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. وقيل لسفيان: ما الشكر؟ قال: أن تجتنب ما نهى الله عنه. وعن عمر بن عبد العزيز قال: قيدوا نعم الله بالشكر لله عز وجل، شكر الله ترك المعصية. وعن محمد بن لوط الأنصاري قال: كان يقال: الشكر ترك المعصية.
وعن مخلد بن حسين قال: كان يقال: الشكر ترك المعاصي. وعن الجنيد قال: قال السري يوما: ما الشكر؟ فقلت له: الشكر عندي ألا يستعان على المعاصي بشيء من نعمه. وأخرج البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نظر في الدين إلى من فوقه وفي الدنيا إلى من تحته كتبه الله صابرا شاكرا. ومن نظر في الدين إلى من تحته ونظر في الدنيا إلى من فوقه لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا. وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله صابرا شاكرا، ومن لم يكونا فيه لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا. من نظر في دينه إلى من فوقه فاقتدى به، من نظر في دينه إلى من فوقه فاقتدى به، ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه كتبه الله صابرا شاكرا، ومن نظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. وأخرج النسائي والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت للمؤمن إن أعطي قال الحمد لله فشكر، وإن ابتلي قال الحمد لله فصبر، فالمؤمن يؤجر على كل حال حتى اللقمة يرفعها إلى فيه. وأخرج أبو داود والنسائي وابن أبي الدنيا في الشكر، والفريابي في الذكر، والمعمري في عمل اليوم والليلة، والطبراني في الدعاء، وابن حبان والبيهقي والمستغفري كلاهما في الدعوات، عن عبد الله بن غنام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وأخرج ابن أبي الدنيا عن السري بن عبد الله أنه كان في الطائف فأصابهم مطر، فخطب الناس فقال: يا أيها الناس، احمدوا الله على ما وضع لكم من رزقه، فإنه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنعم الله عز وجل على عبده بنعمة فحمده عندها فقد أدى شكرها. وأخرج ابن أبي الدنيا والخرائطي كلاهما في كتاب الشكر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى جميع خلقه تفضيلا، فقد أدى شكر النعمة. وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن أبي الدنيا والحاكم وصححه عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله عز وجل شكرا لله. وأخرج الخرائطي عن جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الشكر الحمد لله. وأخرج الخرائطي والبيهقي في الدعوات عن منصور بن صفية قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول: الحمد لله الذي هداني للإسلام وجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شكرت عظيما. وأخرج أحمد عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. وقد أطنب السيوطي رحمه الله وأسهب في سوق الأحاديث والآثار في فضل الذكر والشكر مما يخرجنا عن حد التفسير وفيما ذكرناه كفاية. أقوال المفسرين: يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير: ابنك هذا؟ قال: نعم يا رسول الله، أشهد به. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال القرطبي: ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر.
نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته وإني لا أدري ما كان من أمه. وقد يكون المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم، لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي لا يكتمون الحق، أي لا يكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وجاز الإضمار في قوله يعرفونه وإن لم يسبق له ذكر، لأن الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السامع. ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته وكونه علما معلوما بغير إعلام. وقيل الضمير للعلم أو القرآن أو تحويل القبلة. وقوله كما يعرفون أبناءهم يشهد للأول، وينصره الحديث عن عبد الله بن سلام. قوله الحق من ربك الإشارة إلى الحق الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى الحق الذي في قوله لا يكتمون الحق، أي هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربك، وأن تكون للجنس على معنى الحق من الله لا من غيره، يعني أن الحق ما ثبت أنه من الله كالذي أنت عليه، وما لم يثبت أنه من الله كالذي عليه أهل الكتاب فهو الباطل. وقوله فلا تكونن من الممترين ليس المراد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن النهي عن شيء يقتضي وقوعه أو ترقبه من المنهي عنه، وذلك غير متوقع من ساحة حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا فائدة في نهيه، ولأن المكلف به يجب أن يكون اختياريا، وليس الشك والتردد مما يحصل بقصد واختيار، بل المراد إما تحقيق الأمر وأنه بحيث لا يشك فيه أحد كائنا من كان، أو الأمر للأمة بتحصيل المعارف المزيلة لما نهي عنه، فيجعل النهي مجازا عن ذلك الأمر. وفي جعل امتراء الأمة امتراءه صلى الله عليه وسلم مبالغة لا تخفى، ولك أن تقول إن الشك ونحوه وإن لم يكن مقدور التحصيل لكنه مقدور لإزالة البقاء، ولعل النهي عنه بهذا الاعتبار. ولهذا قال الله تعالى فلا تكونن من الممترين دون فلا تمتري. وقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، هذه الآية شبيهة بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقالها هنا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. والمعنى في أي موضع تكونوا من المواضع الموافقة لطبعكم كالأرض، أو المخالفة كالسماء، أو المجتمعة الأجزاء كالصخرة، أو المتفرقة التي يختلط بها ما فيها كالرمل، يحشركم الله تعالى إليه لجزاء أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والجملة فيها حث على الاستباق بالترغيب والترهيب، وهي على حد قوله تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أو في أي موضع تكونوا من أعماق الأرض وقلل الجبال يقبض الله تعالى أرواحكم إليه، فهي على حد قوله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ففيها حث على الاستباق باغتنام الفرصة، فإن الموت لا يختص بمكان دون مكان.
والمعنى لكل أمة قبلة تتوجه إليها منكم ومن غيركم، ومعنى آخر وهو أن يراد ولكل منكم يا أمة محمد وجهة، أي جهة يصلي إليها، جنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية. وقوله فاستبقوا الخيرات يجوز أن يكون المعنى فاستبقوا الفاضلات من الجهات، وهي الجهات المسامتة للكعبة. وإن اختلفت أينما تكونوا من الجهات المختلفة يأتي بكم الله جميعا يجمعكم ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة وكأنكم تصلون حاضر المسجد الحرام. وأينما تكونوا من الجهات المتقابلات يمنة ويسرة وشرقا وغربا يجعل الله تعالى صلاتكم مع اختلاف جهاتها في حكم صلاة متحدة الجهة كأنها إلى عين الكعبة أو في المسجد الحرام، فيأتي بكم مجاز عن جعل الصلاة متحدة الجهة. وقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض. وقال من حيث خرجت دفعا لتوهم مخالفة حال السفر لحال الحضر بأن يكون حال السفر باقيا على ما كان، كما في الصلاة حيث زيد في الحضر ركعتان، أو يكون مخيرا بين التوجهين كما في الصوم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره تأكيد لما سبق. وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا أظهر. ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فلما يرجع عنه؟ والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة، فامتثل أمر الله في ذلك أيضا، فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته تبع له. وتسمية هذه الشبهة الباطلة حجة لكونها شبيهة بها باعتبار أنهم يسوقونها مساقها، ولك أن تحمل الحجة على الاحتجاج والمنازعة، كما في قوله تعالى لا حجة بيننا وبينكم، وقيل الاستثناء منقطع وهو من تأكيد الشيء بضده وإثباته بنفيه، والمعنى إن يكن لهم حجة فهي الظلم، والظلم لا يمكن أن يكون حجة، فحجتهم غير ممكنة أصلا، فهو إثبات بطريق البرهان على حد قوله ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم يلام بنسيان الأحبة والوطن، وقوله ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، وقوله فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين، وأفردوا الخشية لي فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله ولأتم نعمتي عليكم، عطف على لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها، ولعلكم تهتدون، أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به، ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. وفي الحديث تمام النعمة دخول الجنة، وعن علي رضي الله عنه تمام النعمة الموت على الإسلام. ثم يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم، أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة،
ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول الفرى، فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الآية. وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس: يعني بنعمة الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، وقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال بعض السلف في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقوله: واشكروا لي ولا تكفرون، أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير، فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المعنى الإجمالي: يذكر سبحانه أن أهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المذكورة في كتبهم بأدق التفاصيل، حتى إن معرفتهم به كمعرفتهم بأبنائهم اللصيقين بهم المقربين منهم، فهم يعرفون أن التوجه لهذه القبلة حق، ولكن من أنكر ذلك وجادل فيه جمع منهم آثر إخفاء الحق وعدم تبيينه للناس، مع أنه الحق الثابت من رب العزة والجلال، فلا مجال للشك والارتياب فيه البتة، ولكل أصحاب ملة من الملل قبلة يوليهم إياها الله. وقد هدى الله هذه الأمة لخير قبلة، ولذا دعا الله إلى المسارعة في الوصول إلى ما هو خير، ومن ذلك التزام هذه القبلة وعدم الحيد عنها. وأخبر سبحانه أنه سوف يجمع الناس للحساب والفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ثم أكد سبحانه الأمر بالتوجه للمسجد الحرام مهما خرج المصلي وتوجه، وأكد على أنه الحق الذي لا مرية فيه، وسوف يجزي الله عباده المطيعين له بما يستحقون، فإنه لا يعزب عنه شيء من أفعالهم، وكذا سيجزي المخالفين بما يستحقون. ثم أكد سبحانه الأمر بالتوجه للبيت الحرام للمرة الثالثة، وأمر بذلك مهما كان المصلي في أي مكان لا يتوجه لسواه أبدا، حتى تنقطع حجة الكافرين الباطلة من اليهود ومشركي مكة ومن وافقهم، إلا من بقي على غيه ولججه، فهؤلاء أمر سبحانه بعدم الالتفات لهم ولأباطيلهم، وأمر بعدم هيبتهم والخوف منهم، وبين سبحانه أنه المستحق للهيبة والخشية لا هم. كما بيّن سبحانه أن ما دلهم عليه من القبلة الحق وغير ذلك من الخير هو من إتمام نعمته عليهم ومن تمام هدايته لهم سبحانه، وطالبهم جل وعلا أنه كما أكرمهم بهذا الرسول الخاتم الذي جاءهم بالآيات البينات يتلوها عليهم غضة كما أنزلت عليه، ويهديهم لما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ويزكي نفوسهم ويطهرها، ويعلمهم من علوم الكتاب والسنة وما لم يكن لديهم به علم من شتى العلوم، أن يذكروه سبحانه فلا ينسوه، وذلك بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وبالحرص على طاعته وامتثال أوامره، فيذكرهم سبحانه بالمغفرة والثناء الحسن عليهم في الملأ الأعلى، وأن يشكروه فلا يكفروه بألسنتهم وأفعالهم، والاعتراف بنعمه والحمد له في السراء والضراء، وترك معصيته بما أنعم به عليهم. مسائل الآيات: الأولى قوله: كما يعرفون أبناءهم. إن قلت: لما اختص الأبناء؟ قلت: لأن الذكور أشهر وأعرف، وهم لصحبة الآباء ألزم وبقلوبهم ألصق.
الثانية استدل الشافعية بقوله: فاستبقوا الخيرات، على أن الصلاة في أول الوقت بعد تحققه أفضل، وهي مسألة مبحوثة في الفروع، والراجح ذلك ما عدا في صلاة العشاء فأفضل وقتها آخره. الثالثة ذكر تعالى لتحويل القبلة 3 علل: تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بابتغاء مرضاته أولا، وجري العادة الإلهية على أن يؤتى كل أهل ملة وجهة ثانيا، ودفع حجج المخالفين ثالثا، فإن التولية إلى الكعبة تدفع احتجاج اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلته الكعبة لا الصخرة، وهذا النبي يصلي إلى الصخرة فلا يكون النبي الموعود، وبأنه صلى الله عليه وسلم يدعي أنه صاحب شريعة ويتبع قبلتنا، وبينهما تدافع لأن عادته سبحانه وتعالى جارية بتخصيص كل صاحب شريعة بقبلة، وتدفع احتجاج المشركين بأنه عليه الصلاة والسلام يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته. المسألة الرابعة استدل بعض أهل السنة بقوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، على حرمة التقية التي يقول بها الإمامية، وتحقيق ذلك في محله. الخامسة تكرر الأمر بالتوجه للقبلة 3 مرات، وهذا التكرير لتأكيد أمر القبلة وتشديده، لأن النسخ من مظان الفتنة والشبهة وتسويل الشيطان، والحاجة إلى التفصلة بينه وبين البداء، فكرر عليهم ليثبتوا ويعزموا ويجدوا، ولأنه نيط بكل واحد ما لم ينط بالآخر، فاختلفت فوائدها، وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار، فقيل تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره، وقيل بل هو منزل على أحوال، فالأمر الأول لمن هو مشاهد للكعبة، والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها، والثالث لمن هو في بقية البلدان، هكذا وجهه فخر الدين الرازي، وقال القرطبي: الأول لمن هو بمكة، والثاني لمن هو في بقية الأمصار، والثالث لمن خرج في الأسفار، ورجح هذا الجواب القرطبي، وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق، فقال أولا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى قوله: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته، وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها، وقال في الأمر الثاني: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. فذكر أنه الحق من الله، وارتقاءه المقام الأول حيث كان موافقا لرضا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أنه الحق أيضا من الله يحبه ويرتضيه. وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة، وكذلك مشرك العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف، وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول إليها، وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار، وقد بسطها الرازي وغيره، والله أعلم. المسألة السادسة: إن قيل إنه تعالى أنزل عند قرب وفاته صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فبين أن تمام النعمة إنما حصل ذلك اليوم، فكيف قال قبل ذلك بسنين في هذه الآية: ولأتم نعمتي عليكم؟ وأجيب على ذلك بأن تمام النعمة في كل وقت بما يليق به. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.